هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وزي الفل. اخبارنا ايه النهارده؟ النهارده الخميس، حلقه اخر الاسبوع، وحلقه اخر الاسبوع بقى دي زي اخر يعني اخر يوم في الاسبوع كده عندي في البيت، بتبقى اللي هي ايه؟ اكلات خفيفه، اكلات لذيذه لطيفه، ما طبخناش قوي طلعنا بواقي التلاجه، ما طبخناش قوي فطلعنا بواقي الفريزر، جبنا اكل من بره، او اللي هنعمله النهارده هينفع معانا جدا يكون فطار الجمعه، يعني ناخد كده اي طبق من الاطباق اللي هنعملها النهارده ونفطر او نتغدى بيها يوم الجمعه. من الاكلات اللذيذه جدا جدا هي الاكله اللي هبتدي بيها النهارده، وهي الحمص بالبيض او البيض بالحمص. مش عارفه اذا الناس عارفاها ولا لا، ولا هي يعني اكله منتشره ولا لا، بس هي منتشره في عيلتنا عندنا. بعد كده ابتدت تظهر وصفات كتيرة جدا، بس ما بيعملوهاش بالحمص، برضو حمص طبيخ بيعملوها بقى بحمص شام، بيعملوها بالفاصوليا البيضة، وتتسمى بقى شكشوكة الحمص، شكشوكة الفاصوليا، يتحط اي نوع بقول وتبقى الشكشوكة اللي احنا بنشوفها عادي كده، بس بدل الحمص الفاصوليا مثلا. فدي من الاكلات اللي انا بحبها جدا، وكانت من اكلاتنا المفضله يوم الجمعه في البيت سواء غدا او فطار. احنا عاده كان بيبقى عندنا يوم جمعه كده في الشهر بناكل فيه، ده غدا، الغدا بتاعنا طبق زي ده وشويه مقالي وحاجات لذيذه بقى. فالنهارده هنبتدي بالحمص بالبيض، وتعالوا نقول احنا عندنا ايه كمان. عندنا حمص بالبيض، بطاطس مهروسه، فول بالخل والثوم وبالطماطم، عندنا كمان جبنه بالطماطم لذيذه قوي، خلطه حلوه قوي قوي قوي، متعوده بعملها في البيت عندي وبنبقى في منتهى السعاده بيها بصراحه على الفطار. البيض بالحمص هنحتاج ايه علشان نعمله؟ هنحتاج بيض طبعا على حسب بقى الكميه بتاعت الطاسه اللي انت هتشتغلي فيها، يعني نقول هنحط 5 بيضات. محتاجين حمص الطبيخ، مش حمص الشام، حمص الطبيخ، وتنقعيه الاول قبل ما تشتغلي فيه. محتاجين كمان بصلة مبشورة، نص لتر عصير طماطم، معلقة كبيرة أو معلقتين صلصة، ملح وفلفل أسود، ممكن تحطوا بابريكا إذا حابين، ممكن تحطوا فلفل حراق وبقدونس. إحنا ما كناش بنحط بابريكا، كنا بنحط بس الفلفل الحراق وشوية بقدونس على الوش كده، وكانت بتبقى لذيذة جدا، ودي من أكلاتي المفضلة. أكيد كلنا عندنا يوم في الأسبوع، وأنا بصراحة يوم الخميس دايماً بيبقى اليوم اللي خلاص بقى مش قادره اطبخ، مش عايزه اعمل حاجه، ما تكلمونيش في اكل، يعني ويك اند بقى. يا اما في اوبشن، وده ما بيبقاش متاح دايما، ان احنا نجيب اكل من بره، او ان احنا ناكل بواقي الثلاجه، وهي مثلا لو اطلع بقى بيض، اطلع شويه لحمه مفرومه، عارفين شويه اللحمه المفرومه المتعصجين الصغنططين دول، فتحطيهم على النار مع معلقه سمنه وتقومي كسره بيضتين ثلاثه كده، فيبقى غدا. هي بتبقى اليوم متقضي بالشكل ده، فبتبقى من الايام اللذيذه جدا. اكيد انتوا كمان كده مستنيه تليفوناتكم على 0900 900، ومن اي موبايل 2600، تقولوا لي بتعملوا ايه يوم الخميس، بتطبخوا ولا بتقولوا برضو اجازه؟ نحط بقى الزيت، نعمل كده، نشوف كمان لو عندنا سمنه هنا، ممكن ناخد سمنة تبقى ألطف من الزيت فقط. نحط معلقة سمنة على الزيت. اللذيذ في الطبق ده ان هو تحسوه طبق تقيل، يعني لما بنتغدى بيه ما بنحسش ان هو طبق فطار قوي، يعني لا، في نكهة الخضار. نحط البصل، ونهدي النار، طاسة سخنة، فهنزل على طول بعصير الطماطم، يدوب البصلاية تصفر هنزل بعصير الطماطم الفرش. في الحالة اللي هي الطبيعية العادية جدا، الحمص بس يدوب بننقعه، ممكن ننقعه بقى في مية دافية لمدة ساعة مثلا،
ودي بتبقى حركة لطيفة جدا. أو بعد كده أنا بعمل إيه؟ ساعات بسلقه، يعني أنا النهاردة مثلا ما عنديش وقت بس عايزاه يستوي كويس، فأنا سلقاه نص سلقة. تقدري يا إما تسلقيه عشان ما ياخدش وقت منك طويل قوي في التسوية في الطماطم، لأن دايما التسوية في الطماطم بتاخد وقت عكس التسوية في المية. لما تسلقي حاجة في مية غير لما تسلقي الحاجة دي في عصير الطماطم. زي بالظبط اللحمة، اللحمه لما تتسلق تاخد وقت اقل بكتير من اللي بنسبك لها وبنسويها في الصلصه وفي الطماطم وفي التسبيكه. نفس الكلام ده مع الحمص. عشان كده انا عشان وقت الحلقه كمان مش هلحق ان انا استنى الحمص يستوي في الصلصه، فسلقته نص سلقه. تقدري تنقعي او تسلقي. نحط بقى حمص الطبيخ كده، طبعا الكلام ده عايز عيش بلدي، مفيش بقى رز ومكرونة، عيش بلد. نعمل كده، هنزل كمان بالصلصة. نلم كل الحاجات من جنبنا. ونعلي النار تاني سنة بسيطة. ننزل بالملح والفلفل. ممكن تحطوا كمون إذا حابين. الكمون كمان من الحاجات اللطيفة جدا اللي بتليق عليها. الأكل الأورينتال بتاعنا المصري بيدخل فيه الكمون عادي جدا. أنا عندي هنا كمون أهو، تعالوا نحط كمون. رشة من الكمون. وشوية فلفل حراق حلوين بقى كده. قرن فلفل لذيذ. ممكن ندوق. عايزة ملح. لكن التوابل مظبوط. ونحط كمان شوية من الفلفل الأحمر الحراق. أنا عارفة أن أنتوا مش كلكم بتحبوا الحراق، وخدوا بالكم طبعا عشان الولاد، بس دي أكلة لو اتاكلت حراقة بتودينا في حتة تانية خالص، من طاسات السعادة بالنسبة لي. زي ما اتفقنا المفروض ان احنا بنسيب الحمص يستوي لحد ما يبقى مظبوط، ولازم تدوقي لان هو بيطول جدا، فتدوقي كده تحسيه تمام، وبعد كده تقومي حاطه البيض. هنسيبه شويه يتسبك، الطماطم تتسبك، مش هنحط البيض دلوقتي، وفي الاخر خالص هنحط البيض. يلا بينا نكلم هاله. يا هاله ازيك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا كويسه بخير والله. وانت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. قولي لي هتعملي ايه النهارده؟ النهارده الخميس. النهارده عاملين محشي. عاملين محشي ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك، الف هنا وشفا. ايوه صح، في ناس عندهم يوم الخميس محشي. انتوا كل خميس؟ لا ايوه كل خميس محشي صح؟ ايوه صح كده. الف هنا وشفا حبيبتي. قولي لي يا هلا عندك كام سنة؟ عندي 16. 16؟ أيوة. أوه مدمازيل قد الدنيا. على كده بتخشي المطبخ بقى وبتساعدي في المحشي. أيوة. بتساعدي في المحشي؟ أيوة. والمحشي كرومب ولا بتنجان؟ ابتدينا في الكرومب؟ أيوة. بالهنا والشفا. ماشي. عندك أي طلبات؟ أنا بحبك أوي. إيه؟ وانا بحبك قوي قوي قوي. ماشي يا حبيبتي، نورتيني باتصالك، شكرا يا هاله. في ناس في مصر كتير، على حسب بقى المنطقه او على حسب يعني المحافظه، عندهم ايام معينه في الاسبوع بيعملوا فيها محشي. في ناس يوم الخميس، وفي ناس يوم الاثنين،
مش عارفه ده بيبقى على حسب السوق، اللي هو السوق مثلا في المنطقه دي بيبقى يوم الاثنين، فكل الستات تروح تجيب الخضار وهي بتجيب الخضار تعمل حسابها، ولا بيبقى على حسب ايه؟ فبرضو اللي عنده المعلومه يتصل يقولها لنا. تعالوا نشوف ايه الاخبار هنا. نكلم مدام وفاء. يا مدام وفاء ازيك؟ ازيك يا شيف دعاء؟ اهلا اهلا. ازي حضرتك عامله ايه؟ وحشاني. انا الحمد لله تمام كويسه وبخير يا حبيبتي. معلش كنت عايز اسالك على حاجه. اتفضلي. معايا ولادي نحاس، عايزه اكلات صحيه تخلي وزنهم يزيد شويه. حاضر. من عينيا. حاضر. شكرا يا مدام وفاء. ما تسيبيهم يا مدام وفاء. ما تسيبيهم. سيبيهم ده نتعذب عشان نخس. يعني بصي هقول لك على حاجه. اولا لازم نستشير دكتور، وهو بجد بجد بلاش مقارنات ما بين اجسام ولادنا واجسام بقيه ولاد العيله او ولاد صحابنا حتى لو كانوا هم في نفس السن. دي نقطه مهمه جدا خلينا ناخد بالنا منها قوي. ولما نروح للدكتور اللي هو طبيب التغذيه هيوزن الولاد وهيقيس طولهم وهيشوف سنهم، فبالتالي وهيطلب تحاليل. دي حاجات مهمه جدا خصوصا للناس اللي عندها نحافه، لو احنا هنسمي الموضوع نحافه. فلما هنروح للدكتور، الدكتور هيطلب منك انه التحاليل المناسبه، وبعدين هو هيقيس الطول مع السن مع الوزن، وعادة بيطلعوا مظبوطين وفلة وما شاء الله عليهم وصحتهم كويسة وكله تمام. تمام؟ لو لقى مشكلة هيديكي مكملات غذائية وهيمشيكي كمان على نظام غذائي عالي السعرات ومفيد جدا لجسمهم، يعني جسمهم يستفاد وفي نفس الوقت السعرات تكون عالية. فالحتة دي نقطة مهمة قوي، لأنه في ناس كتير وأمهات كتير جمال زي حضرتك وزي كده بنبقى شايفين عيالنا مسافرتة كده شوية. فبالتالي لما بناخد الولاد ونبتدي نأكلهم زيادة عن اللزوم أو كده في خلال، كمان خدوا بالكم في خلال مراحل عمرية مختلفة سواء سن المراهقة أو هم صغيرين، إحنا بنضغط على الجسم وبنفتح خلايا دهنية جديدة، فبالتالي ممكن نضغط على شرايين، يعني ناكلهم سمنه كتير قوي فنبقى بنعمل لهم مشكله في الكوليسترول لما يكبروا، لان الخلايا الدهنيه بتتكون من واحنا صغيرين، واحنا بنبقى بنضغط على جسمهم ان هو ياخد كميات اكل ودهون وسكريات عاليه جدا تضر صحتهم، يعني تدينا وزن بس تخلي صحتنا مش كويسه. عشان كده النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. بس هقول لحضرتك نصيحة عامة جدا للناس اللي بتحب انها تبقى عايزة تحسن من اللي مثلا الولاد ما بياكلوش او كده، بتزودي في التمر. التمر مثلا ممكن تحط لهم زبدة الفول السوداني او اي زبدة يعني مكسرات، بتديهم مثلا لبن، تعمل لهم موز باللبن، تبتدي تزودي في كمية النشويات شوية إذا النشويات بتاعتهم فعلا قليلة. يعني أنا ابني مثلا بياكل شوية نشويات قد كده كأنه عامل دايت قد كده، فلا أنا ساعتها بقوله لا أنت تكتر الكارب شوية عشان تكبر، عشان جسمك، عشان أنت سنك ده محتاج أن أنت تكتر الكربوهيدرات. فلو هما بياكلوا قليل قوي حاولي تزودي معلقتين ثلاثة كل شوية في الحتة دي. والعسل الأسود، المفتقة، في المفتقة فين المفتقة؟ فاحنا داخلين على الشتاء والاكلات في الشتاء بتبقى حلوة كده، البطاطا والبطاطس والحاجات المفيدة المفيدة المفيدة. واذا بياكلوا اي حاجة غير مفيدة اقطعيها، لان هي بتعمل مشكلة وبتسد نفسهم وبتعمل مشاكل في السكر، ترفع سكر الدم فيخليهم ياكلوا اكتر حاجات مش مفيدة، اكتر ياكلوا نشويات، اكتر ياكلوا سكر اكتر وهكذا. فالدكتور الدكتور الدكتور اهم حاجه، خصوصا في علاج النحافه. احنا لما بنبقى تخين بنعمل دايت وبنخس سهل، هقفل بقي يعني هبطل اكل شويه، لكن لو هزود اكل لازم اعرف انا هزود ايه لجسمي عشان جسمي يقدر يستحمله، وخصوصا الاطفال. يا رب اكون يعني جاوبت. معلش انا ما قدرتش اقول لك وصفات وحاجات واقول لك كتري كتري كتري، لان نقطه صحتهم دي مهمه جدا عشان هم صغيرين. تحبوا نطلع فاصل؟
نطلع فاصل، يلا بينا. وزي ما احنا شايفين كده خلاص كده تمام جدا، اتسبكت وبقت زي الفل. نبتدي بقى ايه نوسع علشان ننزل البيض. انا هديت النار بقى عشان ما تبقاش النار عالية، وبعمل معلش حاجة شوية ممكن تكون مملة، وهي ان انا اكسر بيضة بيضة، ما بنزلش البيض كله مرة واحدة. ليه؟ علشان احتمالية ان يكون في بيضة فيها مشكلة انا بخاف يعني، فلوحدها كده في الطبق اشوفها الاقيها تمام مش بايظه ما فيهاش اي حاجه، يبقى نحطها في امان. الكلام ده بقى ينفع نسويه في الفرن، ينفع نسويه في قشره نميسه، تمام. نجيب طبق تاني على العين البوتاجاز عادي كده او في الفرن. لو غطيتي هتعمل طبقه، عارفه الطبقه البيضه دي، فلو غطيتي بغطا حله هتعمل طبقه على البيض، يعني البياض هيغطي كده شويه، فبراحتك اذا حابه تغطيه تمام، حابه يستوي كده على مهله براحتك. كان لسه جاي لي سؤال على غسيل البيض، نغسل البيض ولا لا؟ يعني اغسله اول ما، وبعدين انا عارفه انتوا بتبقوا شايفين البيض عامل ازاي، انا فاهمه كويس قوي. فلا، هو البيض ما ينفعش تعرض لميه خالص خالص، فانا ما بغسلش البيض الحقيقه، وما ينفعش نغسله ونحطه في الثلاجه لانه هو اوريدي عنده مسامات، يعني الميه هتدخل حتى من القشرة هتدخل، فتعمل مشكلة كبيرة جدا وممكن تبوظ البيض والسالمونيلا ومشاكل كبيرة جدا، فناخد بالنا من النقطة دي، محدش يغسل البيض أبدا ولا يعرض البيض للماء. يعني أنا ولا بغسل البيض ولا بغسل الكبدة بصراحة، دول حاجتين أنا ما ينفعش أجي جنبهم بالماء. تمام، على نار هادية، ونروح بقى إيه نعمل البطاطس. عارفين البطاطس اللي كنا بنعملها زمان بالملح والكمون؟ بطاطس مهروسه كده، وكان بيبقى عليها سمنه بلدي، وريحه السمنه كانت بتبقى حلوه، وكان يا دوب رشه كمون، ملح، ممكن توم، ممكن بقدونس، يعني دي الاضافات اللي كانت اهالينا بتعملها زمان. فغالبا احنا هنعملها بس بتكه بسيطه كده فيها خل، يعني اذا حابين، في ناس بتعمل كده وفي ناس ما بتعملش كده. انا كنت اعرف بس اللي هي المهروسة عليها سمنة بلدي، عليها ملح ورشة فلفل وكمون، وممكن فص ثوم، ومش دايما، بس البطاطس تبقى مهروسة كويس كده ونهرسها، تبقى مسلوقة كويس ونهرسها وهي سخنة. وفي ناس بتحط عليها بيض، ما بحطش البطاطس في الكبة، بحب اهرسها بايدي علشان لو حطيتها في الكبة هتشد وهتدي قوام مختلف تماما عن البطاطس المهروسة اللي احنا بنحبها. البطاطس المهروسة لازم تبقى مهروسة، محدش ولا يستخدم هاند بلندر ولا يستخدم خلاط ولا يستخدم اي اداة كهربائية، هي محتاجة انها تكون هشة ومهروسة كويس قوي. نعمل كده، ممكن واحنا بنهرس نحط سمنه. يلا هنقول المقادير ولا تحبي ننزلها؟ يلا هننزل المقادير و تعالوا نقولها. البطاطس المهروسه 2 كيلو بطاطس، طبعا 2 كيلو وكيلو ونص كيلو ده يرجع لك فما فيهوش مشكله. فلفل الوان وده اختياري، حباه تمام مش حباه مفيش مشكله، فلفل اخضر حراق برضو اختياري.
حزمه بقدونس بتبقى جميله قوي، هي اختياري بس حاولي تحطيها. اتنين معلقه كبيره توم مفروم، ممكن تبقى معلقه صغيره وممكن تبقى فص توم واحد عشان التوم لو كتير قوي في البطاطس ممكن يضايقك، فعلى حسب الكميه. 2 كيلو ممكن ياخدوا كميه توم اكبر، يعني ما تكتريش التوم قوي. محتاجين كمان خل وسمنه وبابريكا وكمون وملح وفلفل اسود وبس كده. طبعا ولا كانوا بيحطوا بابريكا ولا كانت البابريكا موجوده في حياتنا اصلا، فالاساسي هو ريحه السمنه البلدي سواء كانت صفراء او كانت بيضه على شويه كمون وشويه بقدونس وفص ثوم، وكانت بتبقى احلى طبق بطاطس مهروسه. انا كنت بحب اكلها حاف بصراحه، كانت بتبقى لذيذه قوي، وبالعيش تجنن، بس عيش بلدي بقى حلو وسخن كده ومتأمر. نهرس البطاطس كويس، ولو عندك كمان حبه تعمليها بالمضرب السلك اليدوي بتبقى حلوه قوي، دخل هوا كده وتبقى هشه وجميله. ادي البطاطس اتهرست. طيب بعد كده هعمل ايه؟ انا هاخدها بقى الناحيه دي في طاسه اعمل كده، مش هاخد البطاطس، هعمل لها التحميشه بتاعتها ونقلل الحراره على دي كده، والطاسه نحط السمنه بالشكل ده. هناخد الحاجات اللي هنشوحها، ثوم وفلفل حراق وفلفل الوان اذا حابينه والبقدونس والفلفل الرومي، وتعالوا ناخد كمان شويه من الكمون نحطهم كده هنا، ونحط الملح. بس احنا طبعا البطاطس احلى كتير انها تتملح وهي بتتسلق، احلى كتير بتتشرب الملح كده وبتبقى مظبوطه قوي. الفلفل الاسود مش كتير، يا دوب ما نحسش بيه، بس هو هنحس بيه. يعني انت هتقولي يعني هي الرشه دي اللي هنحس بيها؟ اه والله، بلاش نكتر البهارات والتوابل في حاجات كتير. هي البطاطس من كتر ما هي واضحه وصريحه اي حاجه بنحطها بتبان على طول. بصوا جميله وكريمي ازاي، عشان اتسلقت كويس اتحطت لها شويه سمنه، ولا كريمه بقى ولا اي حاجه من الكلام ده. ادي السمنه على النار، ننزل بقى بالثوم كده، وشويه من الفلفل الحراق، شويه الطشه دول هناخد منهم في النص وهنحط على الوش. وشويه فلفل الوان. تعالى نرش هنا كمان شوية فلفل أخضر كده على الحمص بالبيض. وبعدين نقوم واخدين معلقة خل صغنطوطة مش كتير بس كده، على شوية بقدونس. تعالوا بقى ناخد شوية كده هنا ونسيب الباقي عشان هنحطه على الوش. عندي شوية كمون، عايزة ازود كمون كده. وهرسي بقى بإيه؟ بكل الحاجات اللي اتشوحت دي، ودوقي احلى بطاطس متحبشه. التوم لما بيتعرض للحراره بيدي طعم احلى من التوم الني. انا عارفه ان احنا زمان كنا بنحط توم ني، بس بصراحه لا، المتشوحه طعمها تحفه كده. تمام، عايزين ايه بقى؟ طبق نقدم فيه. تعالوا نحط الطبق
لا احنا نطلع فاصل ونرجع نقدم، اكون شلت كل الاشياء. يلا فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش اي حته. يلا بينا. غرفت البطاطس، نحط لها بقى الطشه الحلوه دي على فوق الوش كده 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 كده. وناخد لها شويه من الزيت برضو، نلمع بس الطبق كده عشان التقديم، لكن لو ايه احنا مش عايزين نحط خلاص يبقى استكفينا كده وتمام. وناخد تاتش البابريكا نلون بيه، ونحط شوية من البقدونس برضو قليل من غير ما ايه ما اغير طعم شكل الطبق. ادي البطاطس خلصت، طبق لطيف. تعالوا نحط برضو الطاسة التانية هنا، لانه خلاص احنا كده تمام. بحب بقى رشة الفلفل الاسود الاخيرة دي على الحمص بالبيض. يلا بينا، رشة جريئة ورشة بقدونس. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالوا نعمل طبق فول برضو متحبش كده، اكله يوم الجمعه اللذيذه، فطار الجمعه الممتع جدا. التحبيشه بتاعت الفول دي ممكن تحطوا فيها بصل، ممكن ما تحطوش، ممكن تحطوا البصل مع التقديم، وممكن تسووه يعني تخلوا البصل مستوي زي ما انا هعمل، بس احنا ممكن ان احنا نحط البصل مع التقديم من فوق. لو عندنا بصل احمر يا رغده ممكن تشوفيني بصلايه حمرا كده متقطعه للجرنش، نحط على الوش كده بصل، لا رفيع اللي هي متخرطه كده على اوكي، برده مع التقديم بيبقى لذيذ قوي لان هو بطماطم متسبك ولذيذ قوي. في ناس بتقول عليه اسكندراني، في ناس بتقول عليه فول بالصلصه، وفي ناس بتقول عليه اصل الاكله الحقيقه مش عارفه. يلا بينا نحط البصل، والمقادير نزلت على الهواء، سهله جدا وبسيطه جدا هقولها لكم حالا. يلا بينا، فول بالطماطم والخل. بصوا بقى هنحتاج فول مدمس ايا كان بقى، جايبينه كيس جايبينه علبه براحتكم. محتاجين طماطم مبشوره يعني ما تبقى، او مكعبات زي ما تحبي بس ما تبقاش عصير طماطم. معلقه كبيره من الثوم المفروم، فلفل اخضر حراق، 2 معلقه كبيره صلصه، ورشه خل، لا ربع كوبايه ده كتير قوي، هي معلقتين من الخل، زيت وكمون وملح وفلفل اسود. هنصلحها عشان ربع كوب خل ده كتير جدا، هنحط بس معلقتين خل. حطينا البصلايه، طبعا بقى نقدر نعمل ايه؟ نقدر نزود فلفل الوان، فلفل اخضر، نقدر نحط زيتون مثلا اذا حابه تحطي زيتون اخضر تبقى مخلي لذيذ قوي معاه. تقدري تحطي سجق. لما بقول لك بواقي الفريزر يعني ايه بواقي الفريزر؟ انا عندي حاجه اسمها بواقي الفريزر، يعني اشتريت نص كيلو سجق، واحنا النص كيلو ده كتير كتير علينا سنه، عارفين السنه دي اللي هي يعني مثلا اشيل ربع 4 سجقات. فهتقولي لي يعني ال4 سجقات دول هيعملوا اكله لوحدها؟ لا مش هيعملوا اكله لوحدها، بس اقدر اخدهم واعمل بيهم اكله غدا لوحدها. زي ايه؟ اعملهم بقى في مكرونه، اعملهم في بالبيض، اعملهم ب فول، طبق فول بالسجق، فاقطع السجق فيبقى كده، اعملهم فطيره، اعملهم بيتزايه. فعمري
ما جبت مثلا كيلو كبده وحسيت ان الكبده دي هيبقى فيها حوالي ربع كيلو مثلا مش هيقضينا في اكله تانية لوحدها، لا بشيلها وممكن اقوم مطلعاها في يوم حبه كبده صغيرين على حبه سجق صغيرين، اقوم عامله سندوتشات كبده وسجق، ففلان ياخد ساندوتش والتاني ياخد ساندوتش، فتبقى ايه اليوم خلص ويبقى تمام على كده. فدي بواقي الفريزر، بواقي الفريزر يعني باقي عندي حتتين لحمه، لا هم مسلوقين ولا هم مستويين ولا هم هيقضوا البيت كله، لا ده انا هاخدهم واقطعهم واعملهم شاورما، فطلعهم ابقى عندي حبه شاورما، ابقى عملت يوم ده سندوتشات ومتنوعه، قلبت اخدت كل اللي باقي حبات 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 وطلعتهم كلهم وعملت لهم شويه سندوتشات حلوه كده، واللي يشوفنا بقى يقول علينا طبخين ومكلفين وكل حاجه. ف دي بواقي الفريزر بالنسبه لي، وده طبق من اللي الطماطم ده ممكن يبقى طبق غدا فول بالسجق. انا ما عنديش سجق النهارده، مش حاطه سجق، انت ممكن تستخدمي الطبق ده ويبقى طبق فول بالسجق حلو كده. البصلايه تمام، هنزل بالثوم. مين معانا؟ معانا تليفون. اهلا وسهلا يا استاذ عاطف. لا عادل، عادل. اهلا وسهلا يا استاذ عادل. اهلا يا شيك، ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله، انا سعيد جدا اني بكلم حضرتك. شكرا يا فندم، ربنا يخليك، حضرتك منورنا. ربنا يخليكي، انا بس كان عندي طلب. اتفضل. انا كنت عايز اعرف بس لو هعمل برجر انهي قطعيه من اللحمه وايه التكايه اللي فيه؟ هعمل ايه؟ البرجر. برجر. حاضر. شكرا. العفو، ميرسي. البرجر. طب هنعمل حاجه واجاوب على البرجر حالا عشان نحط الفول. انا حطيت البصل والثوم وزي ما انتم شايفين كده اللون الى مائل الى الاصفر الغامق. اوكي يلا بينا نطش بالخل كده، وعلى طول انزل بالطماطم وبالفلفل، فلفل اخضر فلفل الوان اي حاجه عندك. تمام، نحط شوية فلفل حامي برضو، ونحط الكمون، بس نظبط التحميشة بتاعتنا عشان تطلع مظبوطة معانا ويطلع الفول هو كله في اللعبة اللي احنا بنلعبها دلوقتي دي، لان انا لسه كل ده مش هحط الفول، انا هسيب بقى كل الكلام ده يبقى ما ايه مع نفسه. وادي الصلصة، ونسخن الصلصة كده كويس من غير مية ولا حاجة، كده كده كده، وممكن نديها رشة البقدونس كمان والملح والفلفل. شلت بس من على النار لحظة عشان ايه، تعالوا نوطي النار واحكي لكم واجاوب على استاذ عادل. صح كده استاذ عادل مظبوط؟ عشان يلا نجاوب على استاذ عادل وقطعيه البرجر. قطعيه البرجر بنبتدي اقول لك من ايه، اولا انا احنا لما نروح نقول له عايزين من السن، السن سن الريشه او قطعيه السن هي القطعيه الممتازه في الحته دي. ليه؟ لان هي لوحدها كده القطعيه لوحدها القطعه نفسها هتبقى معرقه وفيها الدهون وكله تمام وخلاص، مش هحتاج اقول له اديني كولاطه، اللي هي الكولاطه دي اللي هي اصلا حته لحمه صافي، واقطع لي بقى حته من السن، لا خليها دسمه شويه، لا اديني شويه دهون، طب عندك شويه دسم هتطلعهم لي من بواقي العرق، طب طب طب، لا لا خالص خالص، احنا مش محتاجين كده، اقول له قطع لي من السن، السن فقط، هو ده بيدينا حوالي 20 ل 25% دهون بس، فخليه يقطعها يقطع لك منها ويفرم وشين. يعمل لنا احلى احلى برجر. وفي ناس تانية بس هو الفليتو غالي بيفرموا الفليتو ده بقى، يعني لما نبقى فانسي قوي وجامدين قوي وعايزين نعمل برجر بقى جورميه زي ما بيقولوا، يقوموا واخدين عرق الفليتو ببابا غنوج وبتفاصيله وبكل اللي عليه يفرموه طلعوا منه برجر، بس ده بالنسبه لي يعني كتير، عرق الفليتو غالي وهنفرمه ناكله حته ستيك، ناكله حته مشويه كده يعني، بس في كده. معانا تليفون. مدام ايمان، اهلا وسهلا. لا انا ايمان مش مدام. يا ايمان ازيك؟ تمام الحمد لله.
اخبار في ايه؟ مالكم النهارده؟ تمام الحمد لله. عامله ايه يا ايمان؟ الحمد لله. انا على فكره انا بقالي فتره ما بكلمكوش. ليه كده؟ زعلانه؟ معلش يا جماعه. لا والله لا، عشان بس عندي شويه شغل وكده يعني. لا يا حبيبتي الله يكون في عونك، بس ما تغيبيش عننا برضه. كنت عايزه اطلب منك طلبين معلش. اطلبي يا حبيبتي. ماشي معلش حاضر. بس اول طلب ان انا كنت بعمل مثلا الشاورما بتيجي مثلا بتنشف مني، تمام؟ الشاورما بتلزق مني. بتلزق؟ لا بتنشف مني. بتنشف بتقولي له ايه؟ بتنشف. حلو حلو. بتقطعي منين؟ بتاخدي شاورما ازاي؟ بتقولي له اقطع لي انهي حته؟ بقطع اللي هو بتاع الفليتو ده. بتقطعه من الفليتو؟ فليتو. متاكده؟ اشك يعني. ما بيقطعوش من الفليتو ولا بتاخدي من الجاهز يا ايمان؟ بتاخدي من الجاهزه اللي متقطعه عنده؟ لا لا لا، هو بيقطعها وانا باخد اللحمه ديت وانا اقطعها بيدي. ماشي حبيبتي هجاوبك. وايه كمان قولي لي؟ الحاجه الثانيه، يا اختي عايزه اتكلمك. اتفضلي يا حبيبتي اديهاني. اختي عايزه اتكلمك. اتفضلي اديهاني يا حبيبتي. الو الو، ازيك يا عظمه؟ اهلا اهلا يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ انا ايه؟ ما تعرفتش عليكي، قالت لي اختي وما قالتليش اسمك. انا اسمي نور. نور. انا كنت حضرتك مبسوطه ان انا سمعت صوتك والله. انا مبسوطه وسعيده وفرحانه. تسلمي يا حبيبتي. كنت عايزه رقم حضرتك. حضرتك معاكي رغده يا حبيبتي، حاضر تديهولك. نورتوني باتصالكم. انا لسه بقول عرق الفليتو حرام يتقطع منه للبرجر نفرمه. بيقطعوا منه شاورما كمان يعني وبتنشف؟ انا حاسه انك متلخبطه. عندي احساس كبير، لان احنا لو قطعناها من حته الفليتو هتبقى يعني كهرمان الزمان حضرتك، مش هي عمرها ما هتنشف، مش تلحق اصلا. فانا اعتقد ان ممكن يكون بيقطع لك من الانتركوت وبيقول عليها عرق. وارد جدا طالما بتنشف دي، لان قطعه الانتركوت قطعه لحمه ناشفه ونسيجها بيشد، واعتقد ان هي ممكن تكون من الانتركوت. او بيقطع ساعات احيانا من الكولاطه، او بيقطع من حاجات كتيره على بعض. عشان كده دايما بنبه انه محدش ياخد من المتقطع شاورما قدامه، لانها ما بتبقاش متقطعه من قطعيه واحده، هو بيقطع بواقي حاجات عنده وكله يلخبط على كله. فبالتالي لما اجي انا اسوي الاقي حته وحته، حته مستويه وحته لا. مش بيقطع من قطعيه واحده او من وقت واحد، الحته دي غير الحته دي غير الحته دي. فقطعيه الشاورما خلينا نقطعها من السن برضو. السن هي انعم حته، حته ناعمه جدا وهتستحمل معايا كل الحاجات، وتقدروا تقطعوا من وش الفخدة برضو اذا حابين. وش الفخدة ده اللي بنقطع منه للبوفتيك، بس البوفتيك لما بنقطعه رفيع قوي فبيظبط معانا، لكن لما هيقطعهولك من ادخن شويه ممكن ياخد منك وقت. فممكن يعني عشان على حسب القطعيه، انا هرجح لك السن. ليه؟ عشان فيها حته دهون لذيذه كده تطعم اللحمه، ما تبقاش ناشفه كده وماسكه نفسها. وبعدوا عن الانتركات خالص في الشوي، عشان بيقولوا عليه بيتشوي، وبيقولوا عليه كمان ينفع شاورما، وهو فعلا بياخد وقت. فاذا بتنشف منك ايا كانت القطعيه اللي بتستخدميها بتنشف منك، دي حقها في التسويه. شقشق ميه سخنه في شقشق ميه سخنه، والاول تصدميها كده وتقلبيها وكل حاجه من التتبيله، شيليها خالص من التتبيله، صفيها حطيها على النار في طاسه واسعه، وبعد كده هي هتلاقيها بتبك ميتها، هتشربها، حط لها مرتين لثلاثه ميه لحد ما تطمني انها استوت، وبعدين قومي بقى حط لها البصل والبقدونس والطماطم وكل حاجه، بس اتاكدي انها استوت. تقريبا بيتحط لها ثلاث مرات ميه لحد ما تستوي. نرجع تاني للفول. انا عملت ايه؟ زي ما وريتكم كل الخطوات، الخطوه الوحيده اللي ما وريتها لكوش بس ان انا حطيت الفول. بحب بقى احط الفول كده وايه، اوطي النار واتعامل على ان الفول ده حته لحمه محتاجه تشرب من طعم كل حاجه. فسيب الكلام ده يستوي ويبقبق زي ما انتم شايفين كده، كله متبل. هندوق كمان شويه بس هنطلع فاصل ساعة
سريع ونرجع جري ما تروحوش في اي حته. يلا بينا. رجعنا من الفاصل وطبق الفول زي الفول. يلا بينا بقى نغرفه عشان باقي طبق واحد حرش كده ولذيذ ويمشي بقى جنب جو فطار الجمعه ده او غدا الخميس او غدا يوم الجمعه براحتكم. تعالوا بقى ايه، بس انا بحب الزيت الحار قوي، فاذا عندكم كمان زيت حار زودوه على الوش كده. انا عارفه ان مش كل الناس بتحبه بس انا بحترمه وبقدره جدا، من الاطباق الغنيه قوي الطبق ده. شوفوا طبق فول بس رهيب. هنجرنش بايه؟ شويه بصل احمر منقوعين في خل كده، عليهم شويه من البقدونس كده اهو، ونايه ونقلب كده كله في بعضه، على زيتون اخضر مخلي برضو بيبقى تحفه كده كده كده، ونحط شويه رشه بقدونس كمان ورشه بصل كمان، على حبه زيت ناخد بقى ايه شويه زيت كده حلوين. وبكده يبقى طبق الفول بتاعنا جاهز. بسم الله. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل بقى شوية جبنة حلوين كده. عارفين لما يبقى نفسكم في مش بس ما عندكوش؟ انا بقى الطبق ده بالنسبة لي لما ببقى نفسي في مش جدا بس ما عنديش مش وما عنديش مصدر اجيب منه مش، فبعمل ايه؟ لان المش ده محتاج مصدر موثوق في الجبنه القديمه والمش متعتق واحنا ضامنين ان المكان نظيف وكده، نقول المقادير. ماشي ياسمين، يلا نقول مقادير الجبنه هتنزل دلوقتي حالا وجربوها هتنبسطوا بيها قوي. التوليفه دي بالذات يعني ربع كيلو من الجبنه البراميلي اللي بالفلفل، عارفينها البراميلي الناشفه اللي بالفلفل، ربع كيلو من الجبنه القريش، يعني ناخد قالب صغنطط من ده وقالب صغنطط من ده، طماطم مكعبات، 2 فص ثوم وده اختياري، اللي ما بيحبش طعم الثوم يشيل الثوم، نعناع فريش، كوبايه طحينه، ايوه كوبايه طحينه، شويه طحينه حلوين كده، وزيت ونعناع جاف وشطه ورشه ملح صغنطوطه قوي. بصوا احنا محتاجين ايه؟ محتاجين للطبق ده ان الجبنه اللي موجوده فيه تبقى تستحمل انها تاخد حاجه مالحه زي ايه؟ زي الجبنه البراميلي، مفيش احلى من الجبنه البراميلي ومن الجبنه الاسطنبولي المصري. فهنحط القريش، دي البيس بتاعنا الاساس بتاعنا كده، ولو ناويه تحتفظي بيها في الثلاجه ما تحطيش طماطم جوه الخلطه، انا مش هحط طماطم جوه الخلطه، انا هعمل الخلطه من غير طماطم والطماطم احطها على الوش. فانت لو عايزه تحتفظي بيها في الثلاجه هتحتفظي بيها فقط في التلاجة من غير طماطم، الطماطم ملهاش روح هتبوظ منك على طول. فهنعمل كده، نحط فص ثوم صغنطوط على الجبنة البراميلي، نحط شوية شطة، شوية من النعناع الناشف، وممكن نحط كمان شوية بقدونس يدوها طعم حلو، وشوية من كام ورقة نعناع كده من الاخضر، احنا حطينا نعناع ناشف هنحط نعناع اخضر مش كتير، وننزل بالطحينه. الطحينه اهم حاجه،
هي بتظبط بقى معانا الطعم بشكل، لا هي بتبقى دلعه وما فيهاش طعم، لان القريش برضو ما فيهاش ملح، فمش هتستحمل طحينه. يعني اوحش حاجه جربتها قبل كده لما حطيت الطحينه على القريش، حسيت انه لا مش لايقه، عايزين حاجه حادقه كده. فلما حطينا بقى الجبنه الاسطنبولي ادت الموضوع حته تانيه خالص، او الجبنه البراميلي اللي بالفلفل الناشفه مش الطريه. نحط شويه زيت، الخلطه دي نقدر نحتفظ بيها بقى في الثلاجه عادي، ونضرب. نقلب، محتاجة تقليبة. بس كده تمام، كفاية قوي. نجيب الطبق و نلمع بس الطبق كده. عايزه اشيل السكينه ثانيه واحده. دي خلطة الجبنة، أقرب حاجة بتبقى لطعم المش شوية، الشطة، الطحينة، الجبنة القريش، الجبنة الحادقة. فيعني إيه، لو عاملة مثلا أكلة فطير ولا حاجة بتبقى لذيذة قوي. نكلم سمر. يا سمر إزيك؟ أهلا أهلا. الصوت بعيد قوي عليا النهاردة. ألو يا سمر، ازيك؟ عاملة ايه؟ لو سمحت عايزين درجة الكريب. ايه؟ الكريب صح؟ ايوه ماشي، حاضر، من عناية، تحت امرك، حاضر. لو عندنا الكريب ننزل لها مقادير الكريب بليز. تعالوا ايه نعمل لها بس اشكال كده 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 كده. وناخد الزيت والطماطم نلمع الطبق. يعني النعناع لو لذيذ ممكن نحط ورق كده. يلا نكلم الاء طبعا. الو. ايوه، ازيكي دعاء؟ اهلا وسهلا، ازيكي الاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ وحشتيني من امبارح. انت حبيبتي. انا بتابع القناه بتاعتكم دايما. يا حبيبتي منورانا ومشرفانا. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا روح قلبي. يا رب يا رب. انا كنت بس بسلم عليك. احلى مكالمه، ميرسي يا روح قلبي. يسلم لي سؤالك يا رب. يلا يا حبايبي خلصنا، هحط الجبنه هنا. اوكي، احنا خلصنا خلاص، يلا بينا. يلا نلم حالا. واقول لكم عملنا ايه. عملنا اكلات حرشه لذيذه من غير ولا لحمه ولا فراخ، اكلات لطيفه جدا تمشي معانا لاخر الاسبوع، تمشي معانا ليوم الجمعه. فالنهارده الخميس بقى اخر الاسبوع، تقدروا تاخدوا الافكار دي عشاء او غدا، بكره نتغدى كده او نفطر كده.
مبسوطة وسعيدة بالحلقة كالعادة، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا وتسليتوا. نشوفكم على خير إن شاء الله الأسبوع اللي جاي، ويك إند سعيد ونهاية آخر الأسبوع إن شاء الله تكونوا مبسوطين، وويك إند تبقوا مبسوطين وسعداء فيه. نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله، وما تنسوش دايما تتابعونا على السوشيال ميديا، برنامج سر الصنعة على انستغرام فيسبوك ويوتيوب. مواعيد البرنامج يوميا من الأحد للخميس الساعة 4. نشوفكم على خير، باي باي.